إذن مشاهدينا نعود وإياكم إلى نواف الشراكي ومن أمام نفق الصباحية المنقف، نعود إليك نواف. نعم سهاي، مثل ما ذكرت لك قبل قليل في هذا المكان تحديدا في محافظة الأحمدي نفق اللي يطلق عليه نفق الصباحية، هو نفق على طريق الفيحيل ما بين منطقتي الصباحية والمنقف. هذا المكان هو أحد الأماكن التي تضررت جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على دولة الكويت مساء الأمس، وأدى إلى شلل في الحركة المرورية في هذا الاتجاه، فبالتالي تم إغلاقه من قبل رجال المرور في وزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لوزارة الأشغال والمعدات والسيارات التابعة لها لسحب المياه المتجمعة في هذا المكان تحديدا. اللي نشاهده الان يمكن هذه العمليه هي تعتبر العمليه قبل الاخيره لسحب الجزء الاخير من المياه، خصوصا وان الكميات كانت كبيره جدا من المساء حتى اليوم الصبح، وكانت عدد كبير من السيارات كانت متعطله في هذا المكان. تم سحب كل السيارات من هذا المكان، والآن عملية سحب المياه جارية، الجهود تبذل ومستمرة لسحب الكميات تسابقا مع الزمن، بعد ما تم الاستعانة بمعدات أكثر وأجهزة شفط المياه من الأعلى أيضا لتصريفها عن طريق المصارف الصحية الموجودة على الشوارع فوق النفق. يمكن قبل قليل كان لنا حديث مع المهندسين التابعين لوزارة الأشغال والمعنيين ومتابعين في هذا الأمر، بالإضافة هناك تواجد من الوكيل المساعد للطرق السيد أحمد الحصان لمتابعة ما يجري هنا من سحب المياه. يعني بعد تقريبا ساعتين او ساعتين ونص بالكثير على وقت المغرب راح يتم سحب المياه كليا من هذا المكان، وبعد ذلك راح تتم عملية التنظيف حتى يتم فتح الطريق ان شاء الله قبل الساعة التاسعة، تكون الامور ترجع الى طبيعتها كما كانت. نعم سو بإذن الله. نواف كل الشكر لك، شكرا لك.